أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم. مواقع التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين لأنها نافذة بتعرفنا على المجتمع وعلى الأشخاص بشكل عام، ولكن مؤخرا بدأت تطفو على السطح بعض الظواهر السالبة منها الكذب. سنناقشها في هذه الفقرة مع أستاذ عائشة خالد، مستشارة تدريب ومدرب موارد بشرية. مرحبا بك معنا أستاذ عائشة. أهلا وسهلا. نورانا. الله ينور نوركم. تحياتي لك أستاذ عائشة، كيف أخبارك؟ الحمد لله. تحية لك أكيد. وبداية الكذب، أبرز سمات التواصل بين الجنسين، هل هذه حقيقة أو مجرد يعني كلمة تقال دائما أو شائعة؟ والله طبعا حقيقة نسبيا، يعني طيب. بنسبة مقدرة إنه الكذب واقع حاصل في الوسائط بين الجنسين، وأحيانا بتكون يعني بقت وصلت مراحل يعني خطيرة أو كبيرة. تفتكري السبب شنو يا أستاذة؟ والله الأسباب طبعا كثيرة على حسب الدراسات والأبحاث اللي اتعملت في المجال ده. الأسباب منها ممكن تكون المشاكل الاقتصادية، ممكن تكون مشاكل أسرية، ممكن تكون من ناحية التجربة دايرة أجرب الشيء ده، دايرة أتواصل، دايرة أحس بأنوثتي، دايرة أحس بذكورتي، يعني على حسب الجنس بتاع الطرف المتواصل أو اللي هو الكاذب. كاذب. وأحيانا بيكون فراغ، يعني الفراغ هو جزء منها كبير، يعني شخص قاعد في عمر، أنا بفتكر إنه تمليك الأجهزة للأعمار في عمر التحول الجنسي أو المراهقة هو أكثر عمر هو بيكون فيه الكذب ده، يعني سعيد لأن الواحد بيكون ما داري يوري عمره أو الواحد ما داري توري عمره الحقيقي، فبتقوم تتغمص أو تكذب مهما كان هو نوع الكذب. شنو نوع الكذب؟ ممكن يكون في الجنس في النوع ذاته، إنه مثلا هي بيت وتتواصل مع بيت أو ولد وتتواصل مع أولاد، صح. أو يكون بتواصل مع جنس مختلف منه، لكن في نفس الوقت في النهاية الكذب هو الحاجة السائدة أو الغاية الأساسية في العلاقة. نعم، جميل. طب أستاذة عائشة، يعني مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام يعني هو عالم افتراضي بلا شك، لكن أصبح الكذب هي السمة الأساسية اللي دائما الناس بتتفق على بأنه مواقع التواصل الاجتماعي بقى موجود فيها كذب يعني كبير وبطريقة كبيرة شديد، وبقى فيه غير الكذب العادي بين الأشخاص في احتيال أيضا حاصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هل الأسباب اللي خلت مواقع التواصل الاجتماعي من منصة عادية الناس ممكن تتواصل فيها إلى منصة فيها كذب واحتيال وتفاصيل بتاعت غش كبيرة جدا؟ بالضبط كده. أول شيء سهولة الوصول لها، يعني أنا إذا عندي تلفون محمول لو بتاعي لو ما بتاعي ممكن أنا أدخل حساب، يعني في الغالب الأعمار اللي بيكون فيها كده زي ما ذكرتها، وممكن نلقى في أعمار كبيرة بس هو بتصل لحد الإدمان زي ما قلتها، لأنه الشخص المتواصل هو ما يكون عنده فراغ عاطفي داير يملاه بعلاقة افتراضية، أو مثلا هو شخص جادي ما بيعرف علاقات، داير يتعلم، يعني ما كذاب لكن هو داير يتعلم ويشعر بلذة الموضوع أو بأنه الموضوع ده والله حقق لي جزء من الاحتياج بتاعي، فحقوم افتح ملف مع شخص تاني وحقوم وعشان ما اخلط الامور حقوم اعمل صفحه مثلا يعني مزيفه ما يكون فيها اسمي الحقيقي ولا الصوره الحقيقيه، واحيانا في ناس بيخجلوا من شكلهم او من عمرهم او من اللي بيحبوا باسمهم، فبيقوموا يعملوا يعني اسماء مستعاره او اسم مزيف فيدخل به الحساب، فهي في النهاية كذب، وفي النهاية زي ما قلت علاقة افتراضية. لكن بتحقق احتياج أو بتغطي فراغ بتصيد فجوة بالنسبة للناس اللي هم، لأنه لو لا كده ما يعني عدد كبير، ولما نجي للاحتيال، الاحتيال ده حاجة براءة طبعا. الاحتيال المحتال ده هو شخص مخطط أصلا، خطط قبل ما يدخل في العلاقة دي، بيقوم يعمل حاجات عشان يقبض بها زول تاني يبتزاه بها، ربما فيديوهات أو صور فاضحة أو كده. هي طبعا العلاقة دي 100% بتكون عاطفية أكثر من إنها علاقة جنسية أو جسدية. ليه؟ لأنه هي خلاص الشخص المحتال ده طلب من الشخص الآخر ومن الطرف اللي هو مغيم معاه العلاقة
بيكون صور فيديوهات كده، فهي اكتر بتغطي جانب عاطفي لانه ما في شيء ملموس يعني هذا على ارض الواقع. وهي كثيره جدا وحصلت بتحصل منها يعني مشاكل طبعا كبيره. طيب يا دكتوره الدلائل شنو او الاشارات اللي بتخليني اشك انه الزول اللي قدامي ده قاعد يكذب ما صادق معي؟ طبعا ده على حسب عقليه الشخص المتعامل. في اشخاص بعد العلاقه يعرف انه الشخص الاخر ده محتال، بيكون داخل في ديبريشن، يكون داخل في ويحكي القصة لكم شخص، ويكون داخل في حتة بتاعت اكتئاب وزعل شديد. يعني هي على حسب الوعي، وعي الشخص المتعامل. وهنا بفتكر انه انا شخص كذب علي بالاسلوب ده، اغلبهم اشخاص يعني الوعي عندهم منخفض. لكن الدلائل، اكبر دليل انه الشخص بيكون ملحاح، الشخص الكاذب ده بيكون شخص ملحاح ولحوح، وبعدين ما يعني ما بيكون ظاهر، بيكون ذكي وعنده خبره في التواصل، ذكي وعنده خبره. وبعدين لو ده وصل حد الادمان فبتبقى مشكله. لانه في اشخاص انا قبل كده يعني عرفت قصه عن شخص يعني حاجه بطاله، بياخد صور، محتفظ بصور البنات اللي هو بيتواصل معاها، يعني داير يحقق رقم، عامل لي البوم عادي. ده مرض، ده مريض. يلا مريض، يلا. ما هم اغلبهم هو الكذب طبعا نتائج تربيه يعني صحيح. يعني هاي التربية أو فقدان الرغابة على الابن أو الابنة، في نفس الوقت متربى وهو جواه رغابة ذاتية على نفسه. يعني الرغابة دي ما هي برضو نوعين، يعني يا يراغبك زول، يا إما تكون رقيب على نفسك. أو مثلا غياب الإيمانيات والحاضنة الدينية اللي بتخليك أنت يعني في أي لحظة تكون مستحضر يعني ربنا في تصرفاتك، في أفعالك، في أقوالك. يلا هي لما يكون كده بيكون يعني الشخص بيكون عنده بعض الضياع، او جزء من حياته بيكون فيها الفراغ الروحاني ده، فيلا بيجي بغطيه من الحاجات المشابهه. نعم، يعني اتفقنا بانه احيانا الاشخاص اللي يعني بيمتلكوا صفه الكذب عبر مواقع التواصل الاجتماعي هم في سن صغير، أي في فترة المراهقة، لكن الموضوع بقى أكبر من كده والله أستاذة عايشة. يعني صراحة في أنه أنا قصة حقيقية، يعني في واحدة صديقتي قالت عندها بتخالتها اتعرفت على شخص عبر الفيسبوك، فالشخص ده بيرسل لها صور هي ما صوره تماما، فالعلاقة اتطورت لدرجة أنه قال لها أنا ما بقدر أجي، فعايز أعقد وأنت حجيني في بلد ما. فعقد عليها، لما مشت فيس تو فيس لقيته ما نفس الشخصيه، رجل متقدم في العمر تماما. فالحاجه دي فعلا كانت صدمه بالنسبه لها. يعني في حاجات بتكون مراحل متقدمه، قد يكون الخسائر نفسيه نوعا ما، لكن الاشياء اللي بقت فيها تطور وفيها زواج وفيها ارتباط، الصدمه اعتقد بتكون اكبر. يعني طبعا الصدمه اكبر لانه يعني شخص وثق فيك صيغه عمياء. يلا بنرجع ونقول عدم الوعي. يعني ليه انا لو دخلت في علاقة جادة في النهاية بتعرف على أهل الشخص اللي أنا حارتبط به، و ما زول ما بيحصل على الخسائر الفادحة دي. دي خسائر فادحة أنا أفتكر نفسية. يلا في برضو قصة كانت متداولة في، هي مو قصة، شريط يعني في اليوتيوب، كانت برضو بنفس الغدر اتعرفت عليه بالفيسبوك. دي كم حاله، ما وراها حاله وراها صوره مختلفه عن ذاته. يلا ده ما عدم ثقه، ده عدم ثقه في ذاته. يعني انت بنفس شكلك ونفس معطياتك، لو انت وثقت بنفسك بتلقى الشخصيه اللي بتوافق بيك وبترضى بيك وبتحبك وتحب تقترن بيك بمعطياتك الموجوده، لانك انت ما واثق في نفسك. عشان كده هي عدم الثقه مشكله. يعني كثيرين في، وفي علاقات يا اخوانا كمان نكون جايرين في علاقات ناجحه، يتزوجوا عندهم دي مبنية على الشفافية والصدق، مبنية على الشفافية والصدق. يعني اللي بكون مثلا المشاكل العادية في كل بيت وفي كل أسرة وكده، لكن قصة إنه أغير شكلي ودي صورة شخص آخر. فالمهم البيت كانت محبطة لدرجة إنها كانت ماشية بطريقة يعني حزينة في لما شافت العريس. فعلا ايوه، مع انه هو شاب ويعني المفروض يكون معتز بالربنا حباه به. يعني في ناس في نفس عمره من النعم اللي هو عنده ولا يعني ربعه ما عندهم. فنزول يحمد ربنا على شكله ده كله، بترجع للايمانيات وبترجع للثقه بالذات. يعني
كل ما غابت الحاجات دي بتظهر المشاكل. طيب يا أستاذة يعني عفوا في السؤال، ولكن إحنا في النهاية بشر، ما في زول فينا ملاك، فدائما أنت بتحس في أنه في نقص معين في نقطة معينة، فأنا كيف أعالج الشعور ده بيني وبين نفسي عشان أنه على الأقل أنا أوصل أنه أنا أكون شخص واثق من نفسي؟ يلا الثقة بالنفس حاجة، الدعاء المثالية والكمال حاجة ثانية. الثقة بالنفس دي ده شعور مفروض إذا أنا شعرت أو قعدت بشفافية مع نفسي وحسيت أنه أنا ما عندي، هي بغاز بحيات كثيرة يعني. خلاص أنا أقوم أبنيها بناء. والمثالية، الدعاء المثالية والكمال ده مرض يعني. في أشخاص بيكونوا دارين يدعوا إنهم كاملين، والمثالية والكمال هو لله سبحانه وتعالى. فأنا بفتكر إنه هم ده الموضوعين مختلفات. الدعاء المثالي يعني كون أصل المثالية ده كمان بيبقى حالة مرضية تانية. أي بيبقى حالة مرضية، ها بتخلي الزول إنه أنا ناقصني شكلي، أقوم أخذ صورة زول تاني أنا كامل كده بالصورة دي، أنا كامل وهي مفتكراني كده، ده مرض. طيب أنا كيف أعالج المشكلة دي؟ أنت تحدثت إنه بتبنيها بناء، أنا كيف أبني الموضوع ده؟ أبني إنه أنا أكون شخص يعني واثق من نفسي، واثق من إنه أنا شخص أستحق الحب على الأقل. ممتاز. يلا أول شيء أنا بتكلم دائما وبقول التسامح. إحنا بنغلط في نفسنا لما أنا أسمح لشخص يخطئ فيني، أو أسمح لشخص يكذب علي، أو أسمح لشخص يتطاول ويتجاوز حدوده معي، أنا غلطت في نفسي. أول شيء المفروض أسامح نفسي وأعتذر لها وأقعد قاعدة صادقة مع ذاتي في إنه أنا أطلب من نفسي إنها تسامحني، لأنه أنا خليت بعض الأشخاص أو خليت شخص واحد أخذ مساحة قبل مساحته. دي من الحياة اللي بتخلي، بالمناسبة التمرين ده بيخليك تحس بامتنان تجاه ذاتك وبتحس بوجودك، لأنه أول ما أنا سامحت نفسي معناته أنا أقريت بأنه أنا أخطأت. يلا الحاجة دي عندنا ما في، أنا بغلط، أنا رهيبة وأنا فظيعة وأنا فظيع وأنا يعني الحاجة دي ما بعملها وما بتشبهني، ممكن تنتقدها في أشخاص وتكون فيك متأصلة وكاملة. فيلا بتبدأ بشنو تمارين، طبعا عندها أكسرسايز الحاجات دي، وعندها مثلا كل ما شعرت بنفسك إنك شخص يعني أوقات فراغك أكتر، معناته أنت عدم ثقتك في ذاتك أقل. كل ما كان وقتك مقسم مرتبطة بالتخطيط، مرتبطة بإنه أنا في حياتي أهدافي شنو، العطاء عندي شنو، قدر شنو يعني، أنا بدي المجتمع، بدي نفسي، بدي أسرتي قدر شنو، ولا أنا بس شخص بس آخذ باخذ بس وما بدي، أعطي بدون مقابل. دي كلها بتعزز الثقة في النفس. جميل. نحن من بداية الحلقة تحملنا زيادة على آدم، لكن برضو النساء في برضو كذب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص النساء أيضا يعني، لكن لو وديتينا مقارنة ما بين أكثر الأكثر كذب الأكثر والله قاعد تكذبا كذب الأكثر كذبا الرجال أم النساء؟ والله طبعا شيء نسبي مقدر أقول، لأنه ما عمل الدراسات ولا بحث، لكن من العام كذا العام أنا قلت سألته أنا قبل لما الموضوع خدته قدامي وببحث، قمت سألت بنات في عمر شباب يعني، وبتلاقي قلت لي الأولاد طبعا الأولاد إنه بعد الصغر، لكن ما بقدر أجز على كلامه لأنه ده إجابة شخص واحد. والثانية قلت لي والله أنا ما عارفة، لكن البنات برضو بكذبوا كلنا. الثانية دي بصالحة مع نفسها حتى ده سؤال حنخدته الآن عبر صفحة الغناء لايف على الفيسبوك، أكثرهم كذب النساء أم الرجال؟ النساء أكيد 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 النساء، حنحكموا إنت مالك التجاري طبعا الحكم أكيد يعني النساء أقول شنو، ما أقول بيكذبوا، بيتجملوا بيتجملوا يعني الواحدة ممكن تصغر عمورها. أيوة أنت ضربت الوتر حساس بالمناسبة، انت الان ضربت الوتر الحساس. ممكن تصغر في عمره، تعمل فوتوشوب على صوره، اي ممكن تعمل اي تصور بالتطبيقات اللي أيوة بتجمل بالسناب، أيوة بالسناب وكذا يعني، تلقي الوش رهيب، تلاقي في تضاريس
يتواجه بمعارجات اخرى صح؟ طيب يا استاذه، يعني خلينا ننتقل بالحوار لجانب ثاني. انت تحدثتي في البدايه انه كثير او اهم الاسباب انه الواحد ينتحل شخصيه شخص او يكذب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي انه يكون عايش فراغ عاطفي. فاحنا عشان نجد جذر للحل او جذر حل يعني يكون جذري للشخص اللي بيعاني الفراغ العاطفي، فكرما اديني بعض النصائح والارشادات اللي يتبعها الشخص اللي بيعانوا من الفراغ العاطفي. تمام. والله موضوع مهم شديد. اول شيء الناس بتعتمد اعتماد تام او بتعتقد انه انا لما ندخل في علاقه حكون سعيد. صح، ده اول شيء خطا. يترمي في الزباله. رمينا. النظره دي عجبتني. النظرة دي محددة. أنا محارب من جهتين بالمناسبة، أنقذوني. أول حاجة صح. أول ما أسندت سعادتك للخارج أنت شخص فارغ عاطفيا. أيوة. أنا لما أكون مقيم ذاتي ومدي نفسي قيمتها معناتها أنا إضافة للشخص الآخر. أول ما أنا بقيت كده بتصهر لي العلاقات. كم مرة أنا في الاستوديو طبعا قاعد أقول إنه الكون، ولما طابوا الكون قايم على مبدأ الذبذبات، وكل الصادر مني إذا مشاعر أو سلوك أو أفكار عندها ذبذبات معينة، الذبذبات دي بتجذب الذبذبات المشابهة لها. فإذا كنت أنا كشخص من ناحية العلاقات والعاطفة يعني طاقتي كده حيجذب شنو؟ الكاذبين والخادعين والمخادعات. انت وسرة تلفي وتجي لنفس النقطة، تفضلي. يلا بعد الموضوع، موضوع بداير عارف يا كل الحاجات دي. المخادعين ايضا. المخادعين والمخادعات، كل ما انا رفعت من تقديري لذاتي ومن نظرتي لنفسي وانه اشوف نفسي انا حجمي قدر شنو؟ يعني انا لما اوزن نفسي عاطفيا انا قدر شنو؟ انا كم من 10؟ أنا 7 من 10، حاكون أكذب لي زول 7 من 10، لكن إذا كنت أنا أقل من 4 صح حأكذب شنو؟ ما حتدخل لي إلا علاقات فارغة وإلا أشخاص مزيفين، وحتى لو هم حقيقيين وهذه صورتهم وبروفايلهم وهذه شخصية حيكون الشخص ده تغييمك لنفسك أكيد يعني. أيوه تغييم. يلا تغييمه لي حيكون بس تغييم يعني متدني في الفكر. يعني ممكن مو في بالفيسبوك بالعلاقات دي ديش علاقات جميلة وخوة وصداقة صح فعلا. يعني ما إلا العلاقات العاطفية المغشوشة، والناس لأنها بتفتكر إنه العاطفة دي هي خلاص أهم حاجة في الحياة. صباح الخير مساء الخير، ده الموضوع منتهي عارف. أيوة أيوة، ما الحاجة دي ما كده يعني. أيوة، فيلا التدني الفكري وقلة الوعي بزيادة، لأنه أنا ما مقدر ذاتي وما مديها قدرة. بعدين في يلا الأشخاص اللي بدوا صور زائفة دين متقبلين لذاتهم، ما متقبل يعني أنا عيوبي ما داير أذكرها وشايف عيوبي دي فظيعة وأنا زول كعب ويجلد في ذاته وهو القاضي وهو الجلاد وهو الحكم، فيلا كيف حيلاقي أشخاص مميزين؟ كيف أرفع التردد والطاقة بتاعتي؟ أرفع التردد بأنه يعني أقعد قاعدة بشفافية وأعمل التمارين، أفتح شفت أنا بقعد أقول إدارة المعرفة، أدير المعرفة في شنو؟ التقبل، في الوعي الذاتي، في أنه أنا أقدر يعني أصبح شخص ما مثالي، المثالية دي أصلاً ما موجودة. أي المثالية هي أي أنا شخص واثق في نفسي. نعم. التمارين أكتب في النت ده، جوجل ده ما بيبخل بأي شيء، والمدربين كبار يعني ما مدربين سهل. كستيب أول أنا أعمل شنو؟ يعني أكتب أدير تمارين لتقبل الذات. أيوة تمارين تقبل الذات، ليش؟ أيوة. أنا أتقبل نفسي كما أنا. ممتاز. يعني أنا بعيوبي أنا مبسوط، انا بعيوبي يا دايرني كده دايرني ما دايرني خلاص والله ما دايرني اصلا ولا بقولها ولا حتى ذاتي بقولها، دي ما اكرمتيهم وديتيهم باع. انا كده خلاص، انا دي شخصيتي ودي عيوبي ودي تفاصيلي ودي عيوبي ودي انا دي انا، انت عايزني كده والله بالعكس كمان يا بختك ويا سعدك. فيلا انا بفتكر انه التقبل ويلا في النهايه هو العلاقه الثانيه دي استحقاق. احنا قلنا بالموارد البشريه بيساوي شنو؟ بيساوي استحقاق. العلاقه اللي بتلاقيني دي ده الشيء اللي انا جوا قررت نفسي بشوف اني انا مستحقه. يلا كل ما كمان رفعنا الاستحقاق تبعك برضه عنده تاملات في الساوند كلاود، عنده في محمد ابراهيم ده عنده يعني سعودي هو عنده يعني تمارين جميله مديتيشن عشان ما ترفع الاستحقاق بتاعك. ايوه بترفع الاستحقاق. فانا بفتكر انه كل شخص لو هو عملها
بشفافية أو قاعدة يعني قاعدة نظافة، قاعدة كلهم بننظف للعيد وبننظف لرمضان، بنجهز يلا أنا أجهز رحلة التقبل، أجهز لرحلة الاستحقاق، أجهز لرحلة الوعي. كل ما أنا رفعت من حاجاتي دي، لأن نظرة الآخرين اللي بتختلف، نظرة الآخرين ما نظرتي لنفسي تغيرت أكيد بالتأكيد حتنعكس على نظرة الآخر. عموما يعني ما في شخص ربنا سبحانه وتعالى خلقه ما فيه حاجة مميزة، أيوة ما فيه حاجة جاذبة، ما فيه حاجة بالضبط ممكن أنت تقدر تلعب عليها عشان تقدر تلفت نظر الناس لك. يعني أي شخص في الدنيا دي عنده الميزة اللي بتميزه عن الشخص الآخر. عموما يعني إذا اقتحمنا الجروبات بشكل عام عندنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، يعني ففي جروبات خاصة باستشارات نسائية، تفاصيل الميك اب وكذا الخاصة بالنساء يعني، فدائما بيعانوا النساء دائما يعني وابدا في انه في اقتحام للرجال لهذه الجروبات، والسبب انه هم ما حيستفيدوا حاجة اذا قعدوا في الجروب بتاع النساء ده، يعني لانه هي كلها قصص وحكاوى خاصة بالنساء. برضو الشخص او الرجل اللي بيقتحم مثل هذه الجروبات يعني شخصيته هو بكون عايش او بكون حاسب شنو يعني في اللحظه دي؟ والله هو شخص ما موزون وشخص يعاني خلل، اكيد اكيد خلل طاغي كبير، لانه ده انا بعتبره انه تجسس يعني فعلاً. يعني اقتحام للخصوصيه، يعني اقتحام الجروبات. يعني انا ادخل على شخص على وحده في الخاص دي مثلا انتحال او بخشوا باسامي نساء، يعني بخشوا باسامي نساء ايوه. فأنا بفتكر إنه الرجال اللي يعني بيسلكوا السلوكيات دي أكيد عندهم خلل، يعني خلل كبير بلا أدنى شك أكيد. طيب يا أستاذة، عشان أنا أبني علاقة صحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها بتلعب دور كمان يعني عشان ما تعرفنا على الشخص الآخر بالضبط بشكل أكبر، عشان أبني علاقة صحية مع الطرف الآخر، أنا مطلوب مني شنو ومطلوب من الطرف الآخر شنو بالضبط؟ والله المطلوب منك انك تكون شخص بتعرف للمواقع دي يعني بتعرف يعني شنو، يعني لما انا يكون عندي صديقي في الفيس بيكون عنده اصدقاء، ما تصادق شخص مثلا كل انت ما بتعرفه او اصدقائك مشتركين، يعني ما في اصدقاء مشتركين فدي فيها مخاطره لو انت ما بتعرف. ما في ناس ما شاء الله بيعرفوا للحاجات بتاعت الاي تي وللمواقع دي، بيعرف كيف يدير المنصه، بيعرف مثلا يعرف الصفحه دي مزيفه، الشخص ده هو شخص حقيقي ولا زي ما بيقولوا يعني هو ممكن يكون حقيقي لكنه تجوع عاطفيا ايوه يعني يعاني الفراغ، يلا ديما من الالفاظ ومن تداوله للمواضيع من خلال حواره واسئلته كلها بتوريك يعني صح. يعني حواره بيوريك انه الشخص ده ميوله شنو، افكاره شنو، طريقته في التداول المواضيع او الالفاظ، هي الالفاظ والكلمات المتداوله وطرحه واهتماماته بتوريك انه هو يا ترى من الاشخاص. ممكن يكون هو يا اخواني في العلاقات بتكون جميله ايوه وتمتد وتزوجوا أيوة بالمناسبه من خلال أيوة المواقع التواصل، غير يتزوجوا يعني يكون في علاقات عاديه صداقه مثلا صداقه تواصل. وفي بعدين بيتزوجوا، واحدين بيتزوجوا ما شاء الله اسره مستقره يعني بيكونوا علاقات زوجيه يعني ما اقول مثاليه يعني او عاديه صح. هاي وفي يعني مثلا سواء كان الرجل او امراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممكن انا يتواصل مع كذا احد يعني فما عندي حد معين او شخص بعينه انا ممكن اكون متواصله معه، فبكون عندي عدد من الشخصيات انا متواصله معها، فبالتالي انا ممكن الكلام اللي قلته للشخص ده نفسي وكوبي بيست للشخص الثاني فدي هنا المشكله برضه يعني انت ما بتكون واقف على شخص معين او شخصيه معينه. ايوه بالضبط كده، يعني هي بحر طبعا، العلاقات دي بحر والاحتيال بحر، ولكن في النهايه انا برجع اقول الوعي، مستوى الوعي هو اللي بيفصل، عارف انه الاشخاص ديل الشخص اللي انا بتحدث معاه ده شخص انا ممكن علاقتي به تستمر اذا كانت علاقه عاطفيه ولا علاقه صداقه او علاقه بيزنس، واحيانا بتنشا علاقات بيزنس في والمهم انك تكون مقدر لذاتك ومحبها. استاذه عائشه خالد مستشار تدريب ومدرب موارد بشريه، شكرا جزيلا لك. تسلم كثير، نورتينا. شكرا لك عائشة تسلم. وتحية خاصة جدا للأمورة الموجودة برا ريتاج لها التحية ربنا يحفظها لك يا رب، وشكرا جزيلا ونورتينا ونلتقي في مساحات النور نوركم والله يديكم الصحة والعافية. إذا في حاجة واحدة بنقولها إنه الناس تتخلى عن الشكل الظاهر وتهتم بده، ده هو الفيصل والله. الشكل الظاهر برضه مهم كمان يا استاذ، ما بقدر العقل يا استاذه، يعني ما بقدر العقل، ممكن كثير من الناس تتجاوز الشكل وترتقي لموضوع بالزحة. العقل والروح، وخلوا بالكم من ده لانه هو ده الفيصل. مشاهدينا لسه مكملين معاكم فاصل اعلاني ولكم عوده باذن الله.